السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض هاد الطوق، شايفينه؟ طريقته كتير سهلة، مكوناته بسيطة. تابعونا للآخر ان شاء الله رح تستمتعوا بالفيديو ورح تستفيدوا وتكتسبوا مهارة جديدة. ويلا نبلش. بسم الله. اول شيء المواد اللي رح نستخدمها، رح نستخدم خرز حبيبات سيد بيدز بثلاث ألوان. أنا اخترت اللون الأحمر واللون الذهبي اللمية واللون الأسود الفيراني. ورح نستخدم القفل والحلقة الرنج والإبرة والخيط. نختار خيط بطول مناسب. وخلينا هلأ نبلش مع بعض الخطوات. يلا بسم الله. أول خطوة رح أجيب الإبرة والخيط، بختار خيطي بطول مناسب. ثاني خطوة رح أجيب خرزة واحدة الستوب بيد. هاي الخرزة رح نسحبها، شايفين، لآخر الخيط، لكن بنترك جزء من الخيط بعدها بهالشكل. هلا راح اجيب 19 خرزة، 5 5 5 4، شايفين؟ الخطوة هاي راح نقوم فيها لمرة واحدة بس، وبسحب خيطي. الآن شايفين هاي الخرزة اللي بالبداية الاستبر، راح أعد قبلها 3 خرزات وأمرر الإبرة من خلالهم بهالشكل. شايفين 3 خرزات وبسحب خيطي. الخطوة التالية بعد هيك رح أجيب 6 خرزات، خرزة لون ذهبي، خرزة لون أحمر، خرزة لون أسود، و3 خرزات لون أحمر، وبسحب خيطي. الآن شو بدي أعمل؟ شايفين أول خرزة باللون الأحمر، رح أمرر الإبرة من خلالها بهالشكل وبسحب خيطي. الآن عملت النصف الأول من الوردة. بعد هيك راح أجيب 3 خرزات باللون الأحمر، بسحب خيطي. هلا شايفين هاي الخرزة، راح أمرر الإبرة فيها بهالشكل وبسحب خيطي. الآن شكلت عنا أول وردة، لفيتها بحيث إنه الخيط يكون نازل من هاي الجهة. الآن شو بدنا نعمل؟ رح أجيب 7 خرزات باللون الذهبي، شايفين؟ بسحب خيطي. هلا شو بدي اعمل؟ هلا مطرح ما تفرقوا الخرزات، شايفين، رح اعد 1 2 3 خرزات، رح افشقهم ورح امرر الابرة بالثلاث خرزات يلي بعدهم بهالشكل. وبسحب خيط. شايفين؟ سوينا الآن هذا الجزء. بعد ذلك رح أجيب هلأ 11 خرزة باللون الذهبي وبسحب خيطي.
جهة ما تفرعوا الخرزات، شايفين؟ بعد واحد اتنين تلات خرزات ما بدي اياهم، فشقهم ومرر الإبرة بالتلات خرزات اللي بعدهم بهالشكل، وبسحب خيطي. هيك سوينا الجزء الأول. هلأ بدنا نبلش نعيد حالنا، نبلش نسوي الوردة والخرزات اللي بعدها. راح أجيب ست خرزات، خرزة ذهبية، خرزة حمراء، خرزة سوداء، ثلاث خرزات حمر، وبسحب خيط. الآن أول خرزة حمراء راح أمرر الإبرة من خلالها بهالشكل، وبسحب خيط. هيك عملنا النصف الأول من الوردة. برجع بجيب ثلاث خرزات باللون الأحمر، بمرر الإبرة من هاي الخرزة بهالشكل، وبسحب خيط. الآن رح أجيب سبع خرزات باللون الذهبي، بسحب خيطي. طبعا هلا انا بلشت اعيد نفسي، يعني كل مره بعد الورد رح اجيب سبع خرزات، بعد ما انه تفرقوا الخرزات ثلاث خرزات بفشقهم، وبمرر الابره بالثلاث خرزات اللي بعدهم بهالشكل، وبسحب خيطي. الخطوه اللي بعدها رح اجيب 11 خرزه. عشر خرزة، بسحب خيطي نفس الشي من وقت هاي من وين ما تفرقوا الخرزات. بعد تلات خرزات، واحد اتنين تلات، بفشقهم وبمرر الإبرة بالتلات خرزات اللي بعدهم بهالشكل، وبسحب خيطي. طبعا رح نضل نكرر نفس الآلية لحتى نعمل السلسلة كاملة. أنا اختصارا من الوقت رح أكملها وأرجع لكم. الآن بعد ما جهزنا السلسلة، شايفين؟ طبعا للي حابب إنه يلتزم بعدد الحبيبات، إحنا عملنا 45 وردة. شو بدي أعمل الآن؟ رح أجيب ثلاث خرزات لون ذهبي والإفل وثلاث خرزات، وبسحب خيط. هلأ بدي أبلش أربط الخيط. شو رح أعمل؟ رح أربط الخيط ربطتين وأسير أمر بالخرزات وأربط ربطتين في كل مرة، حتى أني أتأكد أنه الخيط إن شاء الله تمتن، ولو انفك من جهة يكون مربوط من جهات تانية. الآن انتهيت من تقفيل الطرف هذا، شايفين؟ ركبنا الإفل، بدنا ننتقل للطرف الثاني. شايفين الاستبر اللي حطيناها الخرزة؟ تتذكروها؟ هلأ بدنا نسحبها، نرخيها بالشكل. للأسف الخرزة ما انسحبت، صار في خلل ما، فأنا استكمالا للفيديو رح أعتبر حالي سحبتها حتى أكمل معكم الطريقة. هلا شو بدي أعمل؟ رح أفشق عنها بهالشكل،
وأمرر الإبرة بالخرزات اللي بعدها. لو كنت سحبتها طبعا راح أفشي عن الخرزة الذهبية الأولى، بسحب خيطي، طبعا الخيط صغير فمندير بالنا إنه ما يضل يطلع من الإبرة، بسحب خيطي. هلأ من وين ما تفرق الخرزات راح أمرر الإبرة بثلاث خرزات بهالشكل، بسحب خيطي. هلأ راح أجيب ست خرزات والجمب رينج اللي هي الحلقة وبسحب خيطي. الخطوة اللي بعدها بنبلش نقفل، فأنا راح أمرر الإبرة بالحلقة والخرزات الستة بهالشكل، بسحب خيطي. هلا راح ابلش اربط الخيط، كل مره راح اربط ربطتين بعدين راح امشي لقدام شوي واربط ربطتين حتى اضمن انه اذا انفك الخيط من جهه يكون مربوط بجهه تانية ان شاء الله، وهيك نحافظ على خيطنا اكثر ان شاء الله. طبعا وهيك طقنا لليوم بفضل الله صار جاهز. شكرا لمتابعتكم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الطريقة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك. بنشوفكم فيديو قادم ان شاء الله، ويلا باي.